العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم حصاد الأخبار وهذه عناوينه. البنتاغون يعلن أنه سيدعم القوات المتحالفة مع الجيش العراقي إلى جانب دعمه للعشائر بمواجهة داعش، لكنه يحذر من عدم انضباط بعض الفصائل. من وخروني كنا باجتماع أنا ونائب رئيس الوزراء وواحد السفراء الدول الكبرى، قلت له هذه مؤامرة على العراق. مؤامرة حاكها سياسي عراقي كبير وشخصية في إحدى السفرات الكبرى في بغداد لمنعه من تولي وزارة الداخلية مجددا، يقول باقر الزبيدي. في إثر اشتداد المعارك واحتدامها في الأنبار ومدن أخرى، العبادي يجتمع مع جون ألين ويحضر الاجتماع الاستثنائي للرئاسة الثلاث. كردستان تستقبلهم بدون فرض شرط الكفيل، السلطات العراقية ترحل عبر مطار بغداد عائلات النازحين من مدن الأنبار إلى الإقليم. وبعد تعرضه لكسر بعظم الفخذ خلال ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية، كيري يلغي مشاركته بمؤتمر باريس حول العراق وسوريا. ومن العناوين إلى التفاصيل، إذا أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها ستدعم القوات المتحالفة مع القوات العراقية بمواجهة تنظيم داعش إلى جانب دعمها الحالي لقوات العشائر، بعد أن تلقت واشنطن تعهدات من بغداد ببقاء هذه القوات تحت سيطرة الحكومة العراقية. متحدث باسم الخارجية الأمريكية نقل عن مسؤولين في البنتاغون لشرقية نيوز قولهم إنه إذا كان وضع قوات الحشد الشعبي يتماشى مع برنامج قوات الحكومة العراقية وخططها لاستعادة المدن التي سيطر عليها داعش، فإن واشنطن ستدعم هذه القوات الشعبية، غير أن هؤلاء المسؤولين حذروا من أن بعض الفصائل غير المنضبطة، مؤكدين أن البنتاغون يمتلك معلومات كافية عن تحركات هذه الفصائل وخططها خلال المواجهات مع تنظيم داعش. في هذه الأثناء أكدت الحكومة العراقية أن قوات الحشد الشعبي ستكون عنصرا رئيسا في المشاركة باستعادة مدن سيطر عليها تنظيم داعش. المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أكد في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيرسل إلى عدد من جبهات المواجهة مع داعش شتى سلوف القطاعات العسكرية ومن بينها الحشد الشعبي، كونه هيئة رسمية وأحد تشكيلات القوات المسلحة العراقية المرتبطة بالقائد العام. إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لقاءين منفصلين مع منسق التحالف الدولي جون ألين وممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق يانكوفيتش، وبحثوا في المحاور الأساسية لمؤتمر باريس الذي سيعقد بعد غد الثلاثاء. وأكد العبادي للجنرال جون ألين بحضور السفير الأمريكي لدى بغداد أن العراق يخوض حربا لتخليص البلد والعالم من خطر تنظيم داعش بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء. ومن جانبه أيضا أكد ألين دعم دول التحالف للعراق، معربا عن أمله في أن يكون الدعم أكبر من خلال اجتماع وزراء خارجية الدول دول التحالف الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس مطلع الشهر المقبل. وفي لقاء منفصل أبدى ممثل بعثة الأمم المتحدة يانكوفيتش التزام البعثة بأداء دورها من خلال تبنيها الإدارة المالية والتنفيذية لمهام إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، والتي ستشكل محورا أساسيا في مؤتمر باريس بداية الشهر المقبل. فيما أشاد العبادي بدور الأمم المتحدة ودعمها لجهود محاربة داعش، إضافة إلى الدعم الذي توليه للمساعدة في إعادة الحياة إلى المناطق المحررة. هذا وعقدت الرئاسات العراقية الثلاث اجتماعا استثنائيا بحثت فيه
في تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق بحضور نواب رئيس الجمهورية والبرلمان ورئيس السلطة القضائية. مصادر في بغداد قالت إن الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد على ضوء المواجهات المحتدمة مع داعش والآثار المترتبة عليها، وكانت أوساط سياسية في العاصمة طلبت الرئاسات الثلاث بالوصول إلى صيغة توافق واحدة واستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق المصالحة وتفعيل دولته. شدد السيناتور الجمهوري جيب بوش الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية أنه يتعين على الولايات المتحدة دمج بعض الجنود الأمريكيين في صفوف القوات العراقية لتدريبها وتحديد الأهداف، عادا سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع أحداث العراق فاشلة. جيب بوش أكد في تصريحات تلفزيونية أن هناك خطوات يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة للتصدي لصعود تنظيم داعش في المنطقة، بدل إرسال قوات أمريكية للقتال في العراق وتكثيف التنسيق مع الحكومة والجيش العراقيين. وأضاف أنه يتعين أيضا على الولايات المتحدة مد قوات البشمركة بالسلاح إذ لا وجود لاستراتيجية أمريكية واضحة حتى الآن في العراق. حدد ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي علي شامخاني ثلاثة أهداف لبلاده داخل العراق تتعلق بقرب تنظيم ما يعرف بداعش من الحدود الإيرانية أو العاصمة بغداد وتهديده العتبات المقدسة. وذكر شامخاني في حوار مع التلفزيون الإيراني أن قوات بلاده أبعدت جميع التحركات العسكرية للتنظيم قرب الحدود الإيرانية إلى مئات الكيلومترات وأنها لا تسمح بوجوده قرب العاصمة بغداد أو تهديده للعتبات المقدسة في العراق. شبخاني هاجم عزم الدول العربية تشكيل قوات مشتركة وقال إنه ينبغي تشكيل جبهة عربية لمواجهة من يهدد مصالح العالم الإسلامي من دون تسمية أي دولة وليس للعدوان على بلد عربي بحسب وصفه. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن ممثل المرشد الإيراني رؤيته لمشروع تقسيم العراق بقوله إن مشروع تقسيم الدول الإسلامية يعود في جذوره إلى مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية ولا يتعلق بالوقت الحاضر. وأضاف أن الشعب العراقي يشعر بأن مزايا وقوفهم إلى جانب بعضهم بعضا تفوق منافع التقسيم التكتيكي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والغرب يعلمان بأنهما غير قادرين على تقسيم العراق. في سياق متصل، رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير تدخلات إيران ودورها في دعم الإرهاب في العراق ولبنان وسوريا واليمن، داعيا طهران بضبط سلوكياتها في الشرق الأوسط. الجبير قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، قال إن الرياض يمكنها بناء علاقات مع إيران شريطة أن تقوم الأخيرة بضبط سلوكياتها وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة. نحن نرفض أعمال إيران، الأعمال المشاغبة التي تقوم بها إيران والأعمال السلبية التي تقوم بها إيران ودعم إيران للإرهاب، ونحن نتطلع ليوم نستطيع أن نبني علاقات طبيعية بيننا وبين إيران، ولكن هذا يعتمد على سلوكيات إيران وعلى عدم تدخلها في شؤون دول المنطقة وعدم دعمها للإرهاب وعدم أن تتخذ إجراءات تضر بمصالح المنطقة ومصالح شعوب المنطقة. فالأمر بيد إيران، والتحسين العلاقات أو تطبيع العلاقات مع إيران راجع لإيران نفسها، ولكن نحن لن نسكت أو نقف مكتفي الأيادي أمام تدخلات إيران في شؤون المنطقة. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. ميدانيا نفت وزارة الدفاع العراقية قصف تنظيم ما يعرف باسم داعش المجمع السكني في ناحية البغدادي غربية محافظة الأنبار بصواريخ تحمل غاز الكلور. وأضافت الوزارة في بيانها أن القصف تم بواسطة قنبرتي هاون، وكانت أنباء أفادت في وقت سابق عن إصابة ثلاثة أطفال في ناحية البغدادي بحالات اختناق إثر قصف التنظيم المجمع الواقع على بعد 90 كيلومترا غرب الرمادي بثلاثة صواريخ تحمل غاز الكلور، وأن قوة أمنية نقلت الأطفال المصابين إلى مستشفى قاعدة عين الأسد القريبة من الناحية للعلاج.
وتعرضت مدينة الفلوجة غرب بغداد اليوم إلى موجة جديدة من القصف الجوي وبالراجمات أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين العزل. وذكر مراسلون أن عشرات السقطات المتفجرة التي ترمى من ارتفاعات عالية استهدفت سوق الحميدية وجامع الشيخ شاكر الضاحي غرب الفلوجة، إضافة إلى منازل مجاورة وحولتها إلى ركام. وأعلنت مصادر طبية في مدينة الفلوجة غرب بغداد استشهاد 19 من المدنيين العزل بينهم إحدى النساء، وجرحى 76 آخرين بينهم 17 طفلا و15 امرأة بقصف جوي ومدفعي خلال الأيام الثلاثة الماضية. وذكرت المصادر أن المدينة تعرضت خلال هذه الأيام إلى موجة عنيفة من القصف بالراجمات والمدفعية الثقيلة، إضافة إلى ما يعرف بالسقاطات المتفجرة وهي قنابل شديدة الانفجار يتم إسقاطها من ارتفاعات عالية وتحدث دويا هائلا عند ارتطامها بالأرض. وبهذه الحصيلة يبلغ عدد شهداء القصف المدفعي والجوي بين المدنيين العزل في مدينة الفلوجة وحدها منذ بداية العمليات العسكرية مطلع كانون الثاني يناير من العام الماضي بلغ 2839 شهيدا بينهم 360 طفلا و211 امرأة، والجرحى 4704 بينهم 543 طفلا و459 امرأة. ضربوا الليل البارحه كليته صواريخ علينا وسقاطات الليل كليته وما رحم، يعني هالفلوجه رحيمه، يعني الليل كليته لعب فينا طوبر. هاي المحلات شنو ذنب هالعالم؟ هاي خطير، راحت فلوسها ماله راحت. روحنا احنا وين نروح؟ وين نطلق وجوهنا؟ ما عندنا غير رحمه الله، بس رحمه الله واسعه، ما عندنا بس الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني قبل نص ساعه احنا قاعدين هنا، قبل نص ساعه. سبحان الله. يعني سبحان الله طلعنا طلعتنا بعدنا هنا بالركن صارت القصف، جينا لقينا الجهال مشمرة، النسوان مجرحة، يعني ودينا يعني لا حول ولا قوة الا بالله، وديناه ما لحقنا ما يعني حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الله فوقه. ضرب الليل البارحه كليته صواريخ علينا وسقاطات الليل كليته وما رحم، يعني هالفلوجه رحيمه، يعني الليل كليته لعب فينا طوبر. هاي المحلات شنو ذنب هالعالم؟ هاي خطير، راحت فلوسها ماله راحت. روحنا احنا وين نروح؟ وين نطلق وجوهنا؟ ما عندنا غير رحمه الله، بس رحمه الله واسعه. أكد قائم مقام بيجي محمد محمود أن القوات الأمنية المشتركة تخوض معارك عنيفة مع تنظيم داعش في قضاء بيجي، مشيرا إلى أن القطاعات العسكرية من الجيش والحشد تواصل تقدمها صوب مركز قضاء بيجي. وأضاف محمود أن القوات الأمنية بعد أن حررت مناطق المالحة الغربية والبعيجي والحي الصناعي تمكنت من السيطرة على منطقة المالحة الشرقية وحققت تماسا بين ناحية الصينية ومنطقة تل أبو جراد. هذا ونفذت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 17 ضربة جوية على أهداف تابعة لتنظيم ما يعرف باسم داعش في العراق وسوريا خلال 24 ساعة. وذكر بيان قوة المهام المشتركة أن 13 غارة كانت على مقربة من مدن الرمادي والبغدادي وبيجي والفلوجة ومخمور والموصل وسنجار وتل عفر في العراق، ونفذت الغارات في الأراضي السورية على مقربة من مدينة كوباني والحسكة. وأضاف البيان أن الغارات استهدفت وحدات تكتيكية للتنظيم ومواقع قتالية ومباني ومركبات وأنظمة لإطلاق قذائف مورتر. حصادنا مستمر وفيه من وخروني، كنا باجتماع انا ونائب رئيس الوزراء واحد السفراء الدول الكبرى، قلت له هذه مؤامره على العراق. مؤامرة حكها سياسي عراقي كبير وشخصية في إحدى السفارات الكبرى في بغداد لمنعه من تولي وزارة الداخلية مجددا، يقول باقر الزبيدي.
قال وزير النقل العراقي باقر جبر خلال حديث في مقر المجلس الأعلى في لندن أن العقد المبرم الخاص مع شركة بوينغ الأمريكية للطائرات سيتم تغييره، وأن إدارة الشركة وافقت على مقترح تغيير صنف الطائرات 737 إلى 777 بشكل أولي. لكن الوزير لم يحدد تكلفة تغيير العقد أو عدد الطائرات وجولتها الجديدة. اليوم ساعتين ونص بعد أن اجتمعنا ويا شركة بوينغ، اقترحت عليهم عدة مقترحات. المقترح المهم الأساسي اللي احنا جايين به أن نغير التايب مال الطائرة. يعني أنا هواية 30 طائرة 737 شيل 150، الآن عندي 12 10 11 عندي، وبسبتمبر تجي رقم 12. إذن احنا نريد نغير من هذا التايب إلى تايب 777 أو إلى دريم لاينر، إلى الطائرات الكبيرة اللي هي، وتم الاتفاق الحمد لله مباشرة وافقوا، قالوا إذا نعيد رسم الخارطة وتنطونا على الأقل مدة كافية حتى نقدر نسوق ذني اللي احنا انتم موقعين عليهم ب 2008. واللطيف أنه أنا من كنت وزير مالية كلفني مجلس وزراء أن أوقع على هذا العقد. وفي رده على تعليق من أحد الحضور الذي قال له أن مكانك وزارة الدفاع والداخلية، رد عليه الوزير صلاغ بالتحية وقال له إن خروجه من وزارة الداخلية كان مؤامرة شارك فيها سياسي عراقي كبير ومسؤول بأحد السفارات الكبرى في العراق. أشكر شعورك. شكرا. هم من وخروني من الداخلية كانت المؤامرة من ذاك الوقت. من وخروني كنا باجتماع أنا ونائب رئيس وزراء وواحد السفراء الدول الكبرى، قلت له هذه مؤامرة على العراق. حصادنا مستمر وهذا تذكير بالعناوين. البنتاغون يعلن أنه سيدعم القوات المتحالفة مع الجيش العراقي إلى جانب دعمه للعشائر بمواجهة داعش، لكنه يحذر من عدم انضباط بعض الفصائل. من وخروني كنا باجتماع أنا ونائب رئيس وزراء وواحد السفراء الدول الكبرى، قلت له هذه مؤامرة على العراق. مؤامرة حاكها سياسي عراقي كبير وشخصية في إحدى السفارات الكبرى في بغداد لمنعه من تولي وزارة الداخلية مجددا، يقول باقر الزبيدي.
في إثر اشتداد المعارك واحتدامها في الأنبار ومدن أخرى العبادي، يجتمع مع جون ألن ويحضر الاجتماع الاستثنائي للرئاسات الثلاث. كردستان تستقبلهم بدون فرض شرط الكفيل. السلطات العراقية ترحل عبر مطار بغداد عائلات النازحين من مدن الأنبار إلى الإقليم. وبعد تعرضه لكسر بعظم الفخذ خلال ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية، كيري يلغي مشاركته بمؤتمر باريس حول العراق وسوريا. أكد رئيس الوزراء والبرلمان العراقي أهمية تنفيذ المصالحة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ملف النازحين. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن العبادي والجبوري بحث في تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وملف النازحين والبرنامج الحكومي. وأضاف البيان أن الاجتماع بحث التقدم الميداني وأهمية تنفيذ بنود المصالحة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، فضلا عن الدور والإسناد الدولي للعراق لمحاربة الإرهاب. أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وجود فرصة كبيرة أمام الشعب الكردي لإبعاده عن التهديدات في إطار حق تقرير المصير، داعيا إلى توحيد المواقف بين القوى لمواجهة التحديات. وقال البرزاني في رسالة وجهها لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بمناسبة الذكرى 40 لتأسيسه، إن تعميق وتعزيز وحدة الصف وتوطيد التعايش بين القوى السياسية هو ضمان لمواجهة التحديات التي تواجه كردستان، مضيفا أن موقع كردستان وصل إلى مكانة عالية ومرموقة والعالم ينظر بعين الاحترام، معتبرا ذلك بأنه فرصة كبيرة لإبعاد شعب الإقليم عن التهديدات في إطار حق تقرير المصير وتقدم القضية الكردية نحو الأمام. وهدد برلمان إقليم كردستان العراق باللجوء إلى طرق أخرى في حال عدم التزام بغداد بالاتفاق النفطي، محذرا من حصول صراعات كبيرة إذا كان الدستور لا يحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وقال رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد خلال كلمة في الجامعة الأمريكية في السليمانية إنه إذا لم تلتزم بغداد بالاتفاق والقوانين فإن أربيل تستطيع اللجوء لطرق أخرى، لافتا إلى أن حكومة الإقليم مسؤولة أمام برلمان كردستان بتأمين ميزانية ورواتب الإقليم، وأوضح أن من حق حكومة الإقليم أن يكون لها اقتصاد مستقل. إذا كان الدستور لا يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي للمدى البعيد فإنه سيسبب صراعات أكبر كما هو حاصل في بلدان محيطة، وإذا لم تلتزم بغداد بالاتفاق والقوانين فإن أربيل تستطيع اللجوء لطرق أخرى، فحكومة الإقليم مسؤولة أمام برلمان كردستان بتأمين ميزانية ورواتب أهالي الإقليم، ومن حق الحكومة هنا أن يكون لها اقتصاد مستقل، وحكومة كردستان اتخذت الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف. وينضم إلينا السيد عامر الخزاعي قيادي في ائتلاف دولة القانون. سيد الخزاعي، البنتاغون اليوم أعلن مساندته لقوات المتحالفة مع القوات العراقية لمقاتلة داعش في حال بقيت تحت سيطرة القوات الحكومة العراقية، وقال أنه تلقى تعهدات من الحكومة بشأن ذلك. هل نعتبر أن الفيتو الذي كان موضوعا على مشاركة قوات الحج الشعبي في مقاتلة داعش ومساعدة الحكومة العراقية لتحرير المدن التي يحتلها داعش قد تم رفعه؟ شكرا جزيلا. الحقيقة لا أحد يستطيع أن يضع فيتو على قوات الحشد الشعبي، ذلك أنها قوات رسمية مؤسسة بشكل رسمي من قبل قائد العام للقوات المسلحة، وهي هيئة تسمى بهيئة الحشد الشعبي، وقد أثبتت خلال هذه الفترات المنصرمة بسالتها وشجاعتها في تحرير المدن العراقية من دنس داعش. وبالتالي قد يتحدث سياسي هنا وسياسي هناك أو شيخ هنا وشيخ هناك على الحشد الشعبي من منطلق أحيانا يكون طائفي وأحيانا يكون سياسي، ولكن كقرار كنظام كقانون الحشد الشعبي تابع كأي قوة أخرى للقيادة العامة للقوات المسلحة، ويتحرك في إطار القيادة المشتركة والعمليات المشتركة،
والتخطيط المشترك أيضا لعملية تحرير المناطق تباعا. وبالتالي ماذا يريد الذي يقول ويمانع من وجود الحشد الشعبي وهم من أبناء العراق وهم عراقيين ولكن من مختلف ولكن سيد الخزاعي وايضا من مختلف المكونات سيد الخزاعي لكن شرط تقديم المساعده والدعم من قبل التحالف على راسهم امريكا هو ان ينضوي الحشد الشعبي تحت سيطره الحكومه العراقيه وراينا ذلك في معارك تحرير تكريت تاخر التحرير اسابيع الى ان تدخلت القوى الجويه الامريكيه وحسمتها في ساعات القوة الجوية الأمريكية في حينها لم تحسم شيء بالعكس كان الاعتراض على القوة الجوية الأمريكية إنها عندما سددت ضربات بعض قطعات الحشد الشعبي وهي كتائب الإمام علي أصيبت وجرح بعضها واستشهد أحدهم وهذا مسجل وهناك حديث عن أخطاء جوية أخطاء عسكرية وبالتالي ممكن هذا الحراك يصير انتهت القضية بوجود القائد العام للقوات المسلحة في تكريت في حينها والتفاف الحشد الشعبي مع القيادة العامة للقوات المسلحة وها هم اليوم يقاتلون تحت أمر القيادة العامة للقوات المسلحة نعم ولكن ألا ترى أن هذه الأخطاء التي ذكرتها شكلت تعددية في القرار هنالك عدة قرارات قرار وتبعية للقائد العام للقوات المسلحة لقيادات من الحشد الشعبي وقيادات أخرى سياسية أليس كذلك؟ تشكيل الحشد الشعبي أنا لم أكن بصراحة لم يكن السؤال واضح جدا ولكن افتهمت على عملية التشكيل وعملية الثنائية بين تبعية الحشد الشعبي مرة للقيادة العامة ومرة للقوى السياسية المؤتلفة القوى السياسية صحيح شكلت الحشد الشعبي ولكنها انطلقت أيضا من شيء عام وهو فتوى الجهاد الكفائي وهذه الفتوى تعم المسلمين ولا تعم وتخص جهة سياسية دون أخرى وبالتالي مهما تلونت الفئات وأطراف الحشد الشعبي بهذه الجهات السياسية ولكنها بشكل عام تخضع لمفهوم الفتوى الجهادية وبشكل رسمي وقانوني وإداري ومالي تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة لهيئة الحشد الشعبي وبالتالي قد يصرح شخص هنا وشخص هناك أحيانا بمفرده مستقلا لكن بالمجموع بالقضية العامة هم يتحركون تباعا لتحرير المناطق التي يدنسها داعش ولكن فقط يعني أريد مشترك. فقط نعم ملاحظة فقط هل تريد أن تقول أنه ما يصرح به يتنافى ويختلف تماما على ما هو موجود على أرض الواقع بس أعيد السؤال بلا زحمة هل تريد أن تقول بأنه التصريحات التي تطلقها بعض القيادات من الحشد الشعبي والتي تختلف تماما عما يصرح به من القيادة العامة للقوات المسلحة هي تختلف أيضا عما هو موجود على الأرض وعلى الواقع نعم هناك بعض التصريحات أحيانا يصرح شخص بمفرده حالة مفردة أحيانا هناك مجموعة من الحشد الشعبي تخوض معركة من المعارك هي تحت قيادة الحشد الشعبي العامة ولكنها تخوض معركة فيظهر قائد ذلك اللواء أو قائد تلك الوحدة ويصرح تصريح أنا لا أعتقد ليس صحيحا أن نلاحق جميع التصريحات اليوم الأجواء الوضع الأمني في العراق التهديد الخطر كبير على العراق لا نستطيع أن نعير أهمية لكل تصريح ونحاسب عليه لابد أن نوجه أنظارنا للتحدي الكبير أن نلم كل ما لدينا من قوى من مختلف مكوناتنا من عشائرنا من أبناء السنة من أبناء الشيعة من الكرد التركمان كل الأقليات أو المكونات المختلفة تتوجه إلى الخطر الكبير الداهم وهو داعش أما أن نلاحق تصريح هنا وتصريح هناك لا أعتقد أن أحدا يستطيع ضبط كل الإيقاعات طيب بالنسبة للوضع في العراق وما يجري الآن هناك من يحاول أن يربط بين ما يحدث في بعض الدول وخاصة سوريا بمعنى أن كما قال نائب رئيس العراقي سيد نور المالكي بأن العراق يتأثر ويؤثر فيما يجري في الدول المنطقة كذلك ما يتم في العراق
ولكن رأينا هناك دول ظلت بمنأى عن هذه التطورات وهذه الذي تم من خلال اختراق الحدود واحتلال الأراضي وما إلى ذلك. لماذا برأيك يتم إقحام العراق في كل هذه المشاكل؟ العراق لم يقحم في أي نشاط آخر خارج الحدود، وما قاله السيد نائب رئيس الجمهورية حصل واقعا، يعني صار أمرا واقعا، أن ما حصل في سوريا انعكس على العراق، والذين دخلوا لاحتلال الموصل من الدواعش هم جاء عدد كبير منهم من الرقة واستقر في جزيرة نينوى غرب الموصل، ثم بعد ذلك تحركوا باتجاه الموصل ومعهم ناس عراقيين ممن يؤيدوهم، وحصل الذي حصل. وبالتالي انعكاس حقيقي، يعني لو لم تكن داعش في سوريا واحتلت مناطق من سوريا لما حصل الذي حصل في العراق. القضية العراق في محيط الإقليمي يتأثر ويؤثر، ولم يقحم العراق نفسه في القضية الإقليمية الأخرى، هو الآن في موطن الدفاع عن نفسه في الداخل العراقي، في الأنبار، في الموصل، في مناطق مختلفة. نعم. إذن هناك يعني دولتان يتأثر بعضهما ببعض، هو العراق وسوريا، وتدخل العراق في مساعدة طرف ضد طرف آخر أدى إلى ما حدث. في أي طرف ساعد العراق ضد طرف آخر؟ العراق لم يساعد طرف ضد طرف آخر في سوريا، لكن الطرف الآخر إذا كان، وأنت تعلم بعنوان القاعدة اللي هم يمثلهم جبهة النصرة في سوريا، الطرف الآخر العراق لم يكن يتدخل لمساعدة النظام السوري على سبيل المثال، ولكن العراق في نفس الوقت لم يتدخل أيضا ليساعد في الإطاحة بالنظام السوري، لأنه قال أن مسألة النظام السوري مسألة الشعب السوري، هو الذي يقرر مصير نظامه، والشعب السوري هو الذي يقرر مصيره. وبما أن العراق يعلم جيدا وقد عانى من الإرهاب في مسميات مختلفة، تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وغيرها، هذه التنظيمات التي عانى منها، وشاهد أن هؤلاء هم الذين يقاتلون، وأن كثير من الذين كانوا في بوكا في السجون هم ذهبوا إلى سوريا وبدأوا هناك من درعا حتى يحركوا الأوضاع هناك، فهو يعلم ما هو الطرف الآخر، فهو لم يساعد ضده في الحقيقة، لأنه ليس بالعراق بمقدوره أن يساعد طرف ضد طرف بقدر ما يوفر إمكاناته للدفاع عن نفسه، وهذا الذي حصل. وفي أيضا يعني لأنه عانى من العراق، عانى كما تقول سيدي الكريم، هنالك أيضا تحذيرات من داخل ائتلاف دولة القانون بأنه هنالك أجندات لتقسيم العراق، أليس بحريم بالعراقيين الآن أن يتوحدوا ويبعدوا هذا الشبح، خصوصا بتوحيد صفوفهم وتقوية الجبهة الداخلية ضد هذه التنظيمات الإرهابية؟ نعم، هذا صحيح، وحري بجميع العراقيين أن يبعدوا هذا الشبح، ولكن عندما يأتي بالشبح من لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس الأمريكي ويتحركون بهذه الطريقة ويهيئون لقرار للكونغرس الأمريكي لإعطاء المساعدات مشروطة، وأن هذه المساعدات المشروطة إذا لم تتحقق الشروط يتعاملون مع الكرد والسنة على أنهم بلدين مستقلين، هذا واضح أنه شبح كبير للتقسيم. نعم، الشعب العراقي يرفض، المكونات العراقية ترفض هذا، وظهر ذلك في قرار البرلمان العراقي في رفض مشروع التقسيم، والآن بين العراقيين اتفاق على رفض هذا المشروع، هذا الذي حصل في البرلمان العراقي، ونحن ندعو جميعا إلى اتحاد العراقيين سواء كانوا في القوات المسلحة، الحشد الشعبي، أهم شيء السياسيين العراقيين أن يوحدوا خطابهم ويوحدوا كلمتهم ويجعلوا الثوابت الوطنية هي المتصدرة، الثوابت الوطنية هي وحدة العراق وسيادته وحريته ودستوره، والحفاظ على القيم العراقية، على الوطن والمواطن،
وبالتالي هذه الغيمة إن شاء الله، غيمة الصيف، غيمة داعش، ستذهب وتتحطم كل أحلام هؤلاء على صخرة التلاحم الوطني العراقي. ولكن هناك تصريحات تقول أن العراق يعني أمام خيارين، إما التقسيم أو فدرالية فئوية، وخيار آخر يكون العراق مقسم. بلا زحمة عيد السؤال. يعني هناك تصريحات تقول أن العراق أمام خيارين، إما التقسيم أو تقسيم فدرالية فئوية يكون، يعني وتصريحات أخرى تقول أن العراق مقسم، هكذا واقع الحال. بصراحة أن محاولة المحتل الأمريكي في حينها بدأت منذ أول الأيام لتقسيم العراق، وما كانت الفدرالية لتوضع في الدستور حتى تجزئ الموحد. العراق بلد واحد بمختلف المكونات والألوان والأطياف، ولكن عندما جيء وبدأوا يقسمون العراق تحت عناوين معينة، وهي دخلت في الدستور للأسف تحت عنوان الفيدرالية، تحت عنوان الفيدرالية الإدارية، وهذه المحاولات باءت بالفشل. ربما وضع إقليم كردستان يختلف، له ظروفه، له خصوصيته، له قضية التاريخية. أما بقية الأقاليم خلينا نسميها أو المحافظات، فهو عراق واحد. الفيدرالية والاتحاد الفيدرالي ممكن أن يكون في الإمارات كما حصل، لأنها مناطق منفصلة عن بعضها. في الولايات المتحدة لأنها ولايات اتحدت، هي مجزأة ثم اتحدت. أما في العراق الواحد ماذا يعني؟ يعني العراق الفيدرالي معناها عراق مجزأ. ولذلك الآن العراقيين دائما نشوف بين الفترة والأخرى عندما تكون محاولات لقيام إقليم، تجد أن الشعب يقف بوجه هذه المحاولات خوفا من أنه يكون مشروع لتقسيم حقيقي للعراق كما هو في خارطة بايدن. الجميع يعلم أن بايدن بين الفينة والأخرى يطل علينا بخارطته أن يقسم العراق. وآخر شيء، وصلت إلى قضية القرار في الكونغرس الأمريكي وقضية لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس. أنا أعتقد الآن هذه المرحلة مرحلة تحدي كبير، وداعش مصنوعة، وهدف صناعتها، واحد من هدف صناعتها أن يقسم العراق، بل تقسم المنطقة، يعني وليس العراق فحسب، وإنما أقليم الشرق الأوسط. وأعتقد الجميع يعلم. نعم. على ذكر تقسيم العراق سيد عامر، على ذكر هذا الموضوع، إيران كانت قد هددت مرارا وتكرارا بأنها ستتدخل في حال ما إذا تم تقسيم العراق فعليا. هل ترى بأن هذا الموقف الإيراني هو موقف إيجابي بالنسبة للعراق أم أنه سلبي؟ إيران تتحدث عن نفسها. إيران عندما تقول تتدخل، سواء يكون إيجابي، إيجابي بالنسبة لها، نحن إيجابي بالنسبة لنا أن نحافظ على وحدة العراق وعلى استقلاليته وعلى سيادته. إيران عندما تتدخل تشعر أنها تدفع خطر عنها على حافتها، وبالتالي بالنسبة لها سيكون إيجابيا. أما نحن أن نحافظ على وحدة العراق وعلى سيادته وعلى لحمته فهذا إيجابي. ونحن أيضا نقبل أي مساعدة من أي دولة أن تساعدنا في الحفاظ على قوتنا وعلى إمكاناتنا وعلى وحدتنا وعلى سيادتنا. هذا أحيانا التدخل يكون إيجابي، أما التدخل الذي يكون في الشأن الداخلي فيمزق العراق كما حصل في القرار أو في مشروع القرار الأمريكي، هذا مرفوض. طيب بالنسبة لو انتقلنا لموضوع ما حدث لوزير الخارجية الأمريكي من حادث نتيجة لقيادته دراجة هوائية، وما حدث له في كسر في عظم الفخذ، واعتذر عن المشاركة في مؤتمر باريس حول الإرهاب في العراق وسوريا، هل برأيك يعني عدم مشاركة كيري ستؤثر في نتائج هذا الاجتماع؟ أستاذ بس بلا زحمة عليك، جون كيري وزير الخارجية الأمريكية اعتذر عن المشاركة في مؤتمر باريس حول الوضع في العراق وسوريا نتيجة وقوعه من الدراجة الهوائية وكسر في عظم الفخذ لديه. هل برأيك عدم حضور كيري لهذا المؤتمر في باريس سيؤثر في نتائج هذا الاجتماع؟
يعني أكيد يؤثر، ولكن كيري إذا لم يحضر يمثله، يحضر من يمثله. ليس المهم في الحضور صراحة، الشيء المهم والأهم في الحقيقة هو ماذا يتمخض عنه هذا المؤتمر، وما هي جدية قرارات المؤتمر وفاعليته، وكم تكون يعني مصداقية عملية في التطبيق. نعم، السيد عامر الخزاعي قيادي في ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لك. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار راسلونا على rai@الشرقية.com. الأعلام تتبدل والأوطان تبقى. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. ناقش وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مع السفير البريطاني في العراق فرانك باكسير مشاركة بريطانيا في التحالف الدولي ضد داعش وإسهامها في تدريب القوات المسلحة العراقية. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع أن العبيدي وباكسير بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي الدعم المقدم من قبل حكومة المملكة المتحدة إلى حكومة العراق عبر مشاركتها مع قوات التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، وذلك من خلال المشاركة في الضربات الجوية وتدريب القوات المسلحة العراقية. هذا وتعتزم بريطانيا توسيع نطاق بعثتها العسكرية للتدريب في العراق وزيادة عدد الأفراد الذين يساعدون في إعداد المعارضة السورية المعتدلة في تركيا. ونقلت رويترز عن مصدر بريطاني قوله أن لندن حريصة على زيادة مساهمتها ردا على الأحداث على الأرض. وأضاف أيضا أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد وليس وشيكا، لكن وجود بريطانيا سيزداد قريبا. وفي هذه الأثناء قال متحدث باسم وزارة الدفاع أنه جرى نشر قرابة 800 جندي بريطاني في عمليات بالمنطقة لمساعدة العراقيين على الحشد ضد تنظيم ما يعرف باسم داعش، مشيرا إلى مواصلة مراجعة مساهمتها وبشكل دوري. بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية في الملف الأمني في بغداد وقواطع العمليات وأداء تشكيلات وزارة الداخلية ومستوى التنسيق في العمليات العسكرية لدى استضافتها وزير الداخلية محمد الغبان. وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحفي إنها ستستمر بعقد اجتماعاتها بغض النظر عن العطلة التشريعية للبرلمان، لأن الوضع الأمني الراهن في البلاد يتطلب مواصلة العمل. وأضاف أن اللجنة استضافت وزير الداخلية محمد سالم الغبان لبحث تفاصيل الملف الأمني في بغداد ولأوضاع المناطق التي يتم استعادتها من داعش. بين أن لجنة الأمن والدفاع لم تتمتع بالفصل التشريعي، يعني العطلة للفصل التشريعي، وإنما لدينا عمل دؤوب ومستمرين. يوم غدا ستكون لجنة الموصل تحقق في انهيار الموصل، اليوم مع وزير الداخلية، ومستمرين في عملنا في أن وخصوصا في الفصل، يعني عطلة الفصل التشريعي ليس لدينا عطلة كلجنة الأمن والدفاع. قواتنا، قوات وزارة الداخلية وخاصة بالنسبة إلى الشرطة الاتحادية، اليوم هي متواجدة في كل قواطع العمليات، تعمل تحت أمرة قيادات العمليات في كل القواطع، وهناك تنسيق مع سيد رئيس الوزراء على عمل هذه التشكيلات وهذه القواطع، وإن شاء الله لدينا متابعة يومية وعلى مدار الساعة لأداء هذه القوات، تعزيز وجودها، وبالنسبة إلى تسليحها وتجهيزها. هناك طبعا نواقص، هناك أحيانا تحدث خلل في القيادة السيطرة، لكن نعمل اليوم سوية، وبحثنا اليوم هذا الموضوع الحساس والحيوي أيضا مع لجنة الأمن الدفاع، وخرجنا برؤى ونتائج إن شاء الله نتابعها أيضا مع القيادة إن شاء الله، لكي يكون دور الوزارة دور متكامل يساعد على إن شاء الله تحقيق الانتصارات بإذنه تعالى.
لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار راسلونا على rai@الشرقية.com. حصادنا مستمر وفيه كردستان تستقبلهم بدون فرض شرط الكفيل. السلطات العراقية ترحل عبر مطار بغداد عائلات النازحين من مدن الأنبار إلى الإقليم. رحلت السلطات في بغداد المجموعة الأولى من النازحين من الرمادي إلى إقليم كردستان مجانا عبر طائرات تم تخصيصها لهذا الغرض من مطار بغداد بحسب بيان لسلطات المطار. وتعثر دخول مئات العائلات إلى بغداد جراء استمرار فرض شرط الكفيل، فيما قالت أوساط كردية إن أبواب الإقليم ستظل مفتوحة أمام النازحين. وذكر بيان لسلطات مطار بغداد أن مجموعة من 200 نازحين اثنين تم نقلهم جوا بعد التنسيق بين مجلس محافظة الأنبار وهيئة الحج والعمرة ووزارة النقل. طالب سكان قضاء الخالدية في الأنبار الوزارات الاتحادية بإرسال حصص عاجلة للوقود لتلافي تفاقم الأزمة الحادة التي يعيشها القضاء بعد الاستقرار الأمني النسبي وعودة النازحين. واستغرب سكان محليون مطالبة العائلات بالعودة من دون توفير الخدمات مع حلول الشهر الفضيل وفي مقدمتها الوقود الداخل في تفاصيل المولدات والنقل والتدفئة وحتى الطبخ. الحمد لله والشكر والأمان نرجع إلى منطقة الحبانية والخالدية بالأساس بفضل الله سبحانه وتعالى والقوات الأمنية. اليوم الوضع الأمني كما تشاهدون في قضاء الخالدية الوضع مسيطر عليه من قبل القوات الأمنية ومستتب إلى درجة ما، ولكن عندنا بعض المشاكل التي تتعلق في وزارة التجارة وهي نقص المواد الغذائية المتأخرة المتراكمة منذ أشهر، والآن نطالب وزارة التجارة بإيصال المواد الغذائية والمون إلى قضاء الخالدية والطرق مفتوحة عن طريق المسيب وعن طريق جسر بزيبز. احنا نطالب الحكومة بإرسال مساعدات لهذه الناس اللي رجعت العوائل للخالدية، والحمد لله شكر الوضع مستقر والأمور تبشر بخير، بس نفس الوقت تدري انت الأوضاع بعد شوي مو هي والناس خايفة لأنه صار مو هين بهاي الناس الأبرياء، هاي الناس عافت بيوتها وهسه شوي ان شاء الله مستقر الناس ترجع لبيوتها. اخوي احنا نحكي على الوضع بالخالدية، الوضع بالخالدية ان شاء الله أمان زين، بس احنا نحكي على الخدمات، لا مي لا كهرباء، المولدات ما بها غاز زين، المخضر غالي زين، الوجبه التمويليه لحد الان ما اجت. وحول موضوع الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل معنا السيد عبد الغني يحيى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. سيد عبد الغني بدايه اهلا بك، نود ان اسالك بدايه حول هذا اللبس فيما يتعلق بالخلاف حول الاتفاق النفطي بينكم وما بين حكومة المركز، خصوصا وأنه السيد حيدر العبادي أكد أكثر من مرة بأنكم تسلمتم حصتكم كاملة، والآن يجري الحديث وتجري التصريحات نسمعها عبر وسائل الإعلام من أنكم تمتعضون من عدم إنجاز وإتمام حكومة المركز لهذا الاتفاق. ما هو وجه اعتراضكم لو سمحت؟ قبل كل شيء أود القول أن الحكومة العراقية سواء الحالية أو التي سبقتها لم تلتزم بالاتفاقيات التي كانت توقعها أو التي وقعتها الحكومة الحالية، فلقد تنصلت عن اتفاقية أربيل عام 2010 كما تنصلت عن اتفاقية شباط عام 2013 التي وقعتها مع الرئيس وزراء الأقليم نجيبان بارزاني، ولا ننسى أيضا كيف أنها تنصلت من تطبيق الاتفاق السياسي التي وقعته مع الفصائل السنية، والآن جاء دور الاتفاق النفطي الذي وقعته مع حكومة الأقليم في كانون الأول الماضي. بدون شك أن الأقليم لا ينطق عن الهوى حين يقول بأن بغداد لا تنفذ هذه الاتفاقية، فرأينا كيف أن بغداد تنصلت من الاتفاقيات السابقة، لذلك كان من المتوقع أيضا أن تتنصل من هذه الاتفاقية أيضا. وحكومة الأقليم
تقول بأن بغداد هي التي تنصل من الاتفاقية، ويقول السيد العبادي بأنه يستغرب من شكوى الأقليم، وقال أنهم نفذوا الاتفاقية 100%. لذلك أرى أنه من الضروري إشراك طرف دولي في المستقبل في أي اتفاقية تنفذ بين أربيل وبغداد، فمن الضروري جدا أن تتوسط جهة دولية ولنقل الأمم المتحدة بين بغداد وأربيل، وتراقب سير تنفيذ الاتفاقية وتشخيص الجانب الذي يتهرب من تطبيقها، وكذلك تغريمه أيضا. أما الآن نقول أو لا نستطيع أن نحكم على أيهما صادق في اتهامات بغداد أم أربيل، ولكن مع ذلك لا بد أن نشير أن بغداد لم تلتزم بالميزانية البالغة 17%. نعم سيد يحيى، خرقتها أكثر من مرة وتبعث المبالغ المستحقة بشكل متقطع، وهذا ما ينافي القانون. نعم، برلمان إقليم كردستان وعلى لسان رئيس البرلمان يوسف محمد هدد باللجوء إلى طرق أخرى في حال عدم التزام بغداد ببنود الاتفاق النفطي المبرم بين الطرفين. برأيك ما هذه الطرق؟ هل الانفصال أحدها أم كما طالبت قبل قليل بوجود جهة دولية ضامنة لأي اتفاق بين الطرفين؟ بدون شك ليس رئيس البرلمان الكردستاني وحده ألمح إلى خيارات في حال تمسك بغداد بموقفها المرفوض من قبل حكومة الأقليم ومن الشعب حكومة الأقليم، ومن الخيارات المطروحة أو الشائعة هو قيام حكومة الأقليم بتصدير نفطه وكذلك التصرف بوارداته بعيدا عن شركة عن تصديره عبر شركة سومو. هذا من الخيارات، ولا شك أن هنالك خيار استراتيجي آخر وهو استقلال الأقليم عن الحكومة المركزية. وفكرة الاستقلال كما تعلم تطرح في هذه الأيام بشكل واسع، ليس من قبل قادة الأقليم كالرئيس مسعود البارزاني وكذلك من قبل السيد علي بابيل أيضا في الخطاب الذي ألقاه الأمس في مؤتمر حزبه، ألمح إلى الشيء نفسه. وهنالك أيضا أطراف دولية تتحدث عن استقلال كردستان، فمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية قال في حال منحه الأصوات الكافية فإنه سيقدم على الاعتراف بدولة كردستان. أضف إلى ذلك أن الأوساط السياسية وكذلك الكتاب السياسيين يلمحون إلى أن العراق وكذلك سوريا قد فقدا مقومات الدولة، الأمر الذي يحق لأقليم كردستان في هكذا حالة أن ينفصل عن الأقليم. طيب كل هذا الكلام، كل هذا الكلام أن يعلن. نعم، كل هذا هل تريد أن تقول به أن الاستقلال إلى أنه حق طبيعي للشعب الكردي؟ سيدي الكريم، يعني هل تريد أن تقول من كل هذا الكلام بأنه موضوع العودة إلى هذا الاتفاق النفطي، موضوع تصحيحه تعديله هو أمر غير وارد، وأن مسألة حسم هذا الموضوع وحسم حصول الإقليم كردستان العراق على مستحقاته وعلى حصته لا يكون إلا بالاستقلال؟ أنا هكذا أرى، أن من الصعب جدا توقع التزام بغداد بالاتفاقية التي وقعتها مع حكومة الأقليم أو المسمات الاتفاقية النفطية،
وكذلك كما عرضت الحكومة العراقية الحالية والحكومة السابقة أيضا لم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعوها سواء مع الكرد أو مع السنة أيضا. وبلا شك أنه إذا تم الاتفاق على مسائل معينة في المستقبل المنظور أيضا فإن الحكومة العراقية يقينا لن تلتزم بالاتفاقيات القادمة إذا وقعت بين المركز وبغداد. لذلك أرى في أن الاستقلال هو يعني الاستقلال ينهي كل هذه الصراعات في بين المركز وبين أربيل. وبدون شك أن الوحدة القسرية التي فرضت على العراق منذ عام 1921 هي السبب الرئيس في المآسي وكذلك النكبات التي مرت بها الشعوب العراقية. لذلك أرى أن التقسيم لا بد منه ولا مناص منه. ولا ننسى أيضا أن شعوبا كثيرة أو دولا كثيرة وصلت العراق وصلت فكرتك. السيد عبد الغني يحيى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. We'll be right back.
الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. أطلقت نساء ناحية أبو صيدا في ديالى نداءات استغاثة وصيحات استهجان وغضب بعد إحراق وتفجير عناصر مسلحة لستة منازل وإحراق ما بداخلها وخطف عدد من المدنيين من دون مذكرات قضائية. وأنتجت نسوة فقدن المأوى بعد حرق دورهن مطالبات رئيس الوزراء بالتحقيق في انتهاكات ضد عائلات آمنة. حرقوا بيوتنا، شردونا، ما خلوا شيء علينا، حتى هذه التصقات عايب شلون اطلعها. حتى بدنا قطفوا ما ندري مين وين اخذوا. القراعين حرقوها، البيارق حرقوها، الجدور الحسين نهبوها. ابني والعجل اللي قاعدين يقتلوا قدامي ياخذوا من الكتف قدام النسوان تحنيهم. باقوا الغراض مالتنا وحرقوا ملابسنا وفراشنا بالشارع وحتى الجيران صيح الله اكبر عليهم وانا صيح الله اكبر عليهم. شردونا من بيوتنا، الله يقبل خطوة ولدنا. إلى ذلك أكد وزير السياحة عادل الشرشاب أن فندق بابل يعمل بشكل طبيعي ومستمر باستقبال الزبائن، كاشفا عن قيام شركات أمريكية وبريطانية بمسح ميداني لوضع خطط أمنية جديدة لحمايته. الشرشاب قال في مؤتمر صحفي إنه وبرغم كل ما حدث فإن الأمور مستتبة سواء هنا في فندق بابل أو في فندق عشتار أو في باقي الفنادق. هكذا ظروفية مدعاة أن نعمل جميعا ونوسع أنشطتنا، وأعتقد هذا الفندق وبقية الفنادق الأخرى نحن شركاء فيها، يعني لا ليس كل المنشأ راجع لوزارة السياحة كما تعلم، وأنا شركاء، ولكن يعني ما وجدنا من تطور في هذه الفنادق وفنادق أخرى، أعتقد هو مدعاة لأن نكثر من عملنا ونزيد من نشاطنا. وما وجدت اليوم بعد التفجير مباشرة أنه كل فنادقنا التي تعرض لهذا الهجوم هي تشتغل الآن بشكل جيد، أعتقد هذا أمر مهم. وكما تعلم أن وزارة السياحة متصلة بشكل دائم مع الأخوة في كل الشركات العاملة في هذه الفنادق من أجل تقديم خدمات أفضل. وينضم إلينا سيد مناف الموسوي كاتب سياسي. سيد مناف، اليوم جيب بوش السيناتور الجمهوري وفي تصريحات له يعني عندما اعتزم الترشح للرئاسة، أنت سيد العارفين بالتصريحات النارية وفي سباق الرئاسة الأمريكية كيف تبدو، وصف سياسة الرئيس الأمريكي أوباما تجاه العراق بأنها سياسة فاشلة، هل تعتقد أنها مجرد يعني تصريحات إعلامية أم أنها ربما عندما يفوز بالرئاسة سيغير هذه السياسة السياسة الرئيس الأمريكي أوباما؟ دعني أحييك أستاذ سعد على هذا السؤال حقيقة المهم. باعتقادي أنا الموضوع خصوصا فيما يتعلق بقضية السياسة الأمريكية أو ما فيما يتعلق في عملية الانتقال من الصراع الدائر في أمريكا بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبالتالي ربما يعني عملية تغيير الإدارة الأمريكية يعني تتوافق معها ربما في بعض الأحيان تغيير في بعض الاستراتيجيات، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية هي تسير بطريقة المؤسسات وأن هنالك خططا استراتيجية البعض يتحدث عنها بأنها عشرية أو أكثر من هذا، ولكن بالنتيجة القرارات الحاسمة والقرارات المصيرية هي من تحدد الاتجاه والخارطة السياسية الجديدة. البعض يتحدث أن التغيير قد يشمل المنطقة بصورة كاملة أو ربما قد يشمل يعني ما يتحدث عنه البعض الاتفاقات سواء كانت على مستوى الإقليم أو على مستوى المنطقة، وبالتالي يعني التصريح ربما للرئيس الأمريكي المرشح الهدف منه هو أولاً
أعطى قوة إلى كتلته وإلى حزبه، وبالتالي هي أيضا هذه التصريحات تدخل ضمن البرامج الانتخابية التي يعني من الواجب تنفيذها في حال ما إذا ما وصل إلى الرئاسة الأمريكية وإلى إدارة هذه الرئاسة الأمريكية. وتعرف أن أوباما يعني حينما كان مرشحا كان يتحدث أيضا عن أخطاء للسيد جورج بوش في العراق وفي أفغانستان، وأن القوات الأمريكية قد أقحمت ربما في يعني في موضوع قد يعني لا تحتاج أن تتكبد في هذه الخسارة. وبالتالي كان المشروع الانتخابي للسيد أوباما هو حل هذه الإشكالية وسحب القوات الأمريكية من العراق ومن أفغانستان ضمن جدول زمني، وهذا ما تحقق بالفعل بعد أن تسلم الإدارة وبعد أن استطاع أن يعني استطاع أن يصل إلى رئاسة الجمهورية. بالتالي أيضا التصريحات الآن الجديدة لهذا المرشح الجديد أيضا يعني لابد أن تأخذ على بنظر الاعتبار، لأنها بالتالي تدخل ضمن البرنامج الحكومي. نعم، وإذا كانت ستقوي كما تقول جهة والحزب الجمهوري، لكن مدى تأثير هذه السجلات الانتخابية على الوضع في العراق، خصوصا ونحن نعلم جيدا ما يمر به العراق الآن، وفي أيضا ما يتعلق بالدعم الأمريكي والغارات التي تشنها أيضا يشنها التحالف الدولي طبعا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الأمنية في العراق؟ يعني ربما البعض اتهم السيد أوباما بأنه لم يكن متفاعلا في بداية دخول الدواعش إلى العراق، ربما أيضا البعض قال بأن هنالك التخبط في التصريحات لدى الرئيس أوباما أو حتى لدى الإدارة الأمريكية بصورة عامة، سواء كان على مستوى الخارج وزير الخارجية أو على مستوى الرئيس القوات رئيس أركان القوات المشتركة السيد ديمسي. وبالتالي يعني هذا التخبط وهذا يعني البطء في العمل، بعد ذلك أيضا التحالف ربما يعني لحد الآن قد يتهم أيضا بأنه لم يؤدي ما مطلوب منه، ولكن بالنتيجة يعني أنا أعتقد كما كان هنالك الحديث وبالتأكيد كانت هنالك أخطاء كبيرة للإدارة السابقة بقيادة الرئيس بوش دبليو، أيضا أعتقد أن هنالك أخطاء لدى السيد أوباما خصوصا فيما يتعلق بالملف العراقي، فيما يتعلق بعملية التعامل مع الدواعش، فيما يتعلق يعني فيما يتعلق أيضا ربما في الملف أو الاتفاق النووي مع إيران. كل هذه المواضيع قد يعني تكون أو قد تدخل ضمن الصراع الانتخابي ما بين الحزبين أو ما بين المرشحين، خصوصا ونحن نعلم أن السيد أوباما خلص انتهت فترة الانتخابية، وبالتالي يعني قد يكون المرشح الجديد أو قد تكون الأنظار تتوجه إلى الانتقال من الديمقراطيين إلى الجمهوريين. الكل يعلم أن الجمهوريين يتحدثون بلغة الصقور وبلغة يعني التغيير العسكري أو التدخل العسكري، وهذا ربما يشمل المنطقة بصورة عامة. طيب الجمهوريين حسب تصريحاتهم يقولون أن الدور العسكري الأمريكي في العراق ضعيف، يبدو خجولا غير كافي، ويجب إدماج جنود أمريكيين على الأرض مع العراقيين. وبالمقابل الديمقراطيون يقولون أن الدعم موجود ولكن الخلل في الحكام، أنهم لم يلتزموا بضرورة شمولية الحكم. أي التصريحين صحيحان يعني، أم أن التصريحين معا هما الصحيحان؟ هو يعني بالتالي استاذ سعد انا اعتقد ان هذا يدخل ربما
ضمن الخطاب المتلكي أو المتخبط لدى السيد أوباما. تعرف يعني كان هنالك حديث عن رغبة من أن من إشراك بعض القوات البرية الأمريكية في القتال ضد الدواعش. بعد ذلك يعني نفس الرئيس الأمريكي أنكر أو تحدث عن عدم وجود رغبة أمريكية في أن تشترك بريا، وسوف يكون الاشتراك من خلال توفير الغطاء الجوي. أنا أعتقد أن هنالك رغبة أمريكية حقيقية ربما يعني صدرت من بعض قادة الجيش الأمريكي، أيضا من وزير الخارجية الأمريكي، وبالتالي يعني هذه الرغبة ربما قد يعني تكون أكثر قوة أو أكثر تفاعل مع عدد الجمهوريين من الديمقراطيين الذين على ما يبدو أنهم يتعاملون بهذا الموضوع بطريقة خجولة أو بطريقة متلكئة. الوضع في العراق ربما قبل أيام كان هنالك حديث للسيد ديمسي عن أن المعركة في الرمادي قد تحتاج إلى سنتين أو أكثر، وهذا يدل على أن الإدارة الأمريكية بصورة عامة غير راغبة في أن تحسم ملف الدواعش في العراق في الوقت الحاضر، وربما تنتظر انتهاء الانتخابات حتى يكون هنالك تدخلا بريا، او قد يعني يتم الاتيان، لان ايضا كان هنالك حديث او تصريح لقائد امريكي عن ان هنالك 10,000 مقاتل هم مهيئون الان وبانتظار اصدار الاوامر للاشتراك في المعركه ضد الدواعش. نعم، السيد مناف الموسوي كاتب سياسي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار راسلونا على rai@الشرقية.com. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. أكد نائب رئيس الوزراء بهاء العراجي أنه لا نصر من دون انضباط، ولا يمكن أن يحقق الحشد أهدافه من دون التنسيق العالي مع قيادات الجيش والشرطة المحلية. وقال بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء أن الأعرجي اطلع على سير العمليات العسكرية في قاطع عمليات بحيرة الثرثار، مشيرا إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الأجهزة الأمنية وقوى الحشد وأبناء العشائر في الحرب ضد داعش. ألغى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري زيارته إلى مدريد وباريس للمشاركة في مؤتمر وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد داعش الثلاثاء، وذلك بعد تعرضه إلى حادث دراجة هوائية في هوت سافوي على الحدود الفرنسية السويسرية. وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي إن كيري سيعود إلى الولايات المتحدة من أجل تلقي العلاج، حيث نقل بواسطة مروحية إلى مستشفى في جنيف في إثر إصابته بكسر في عظمة الفخذ اليمنى.